هاي لمين بدي اقول هاي؟ هاي كاتيا هاي بونجور هاي مشاهدين هاي كاتيا اليوم انا عم بستقبلك عندي بالبيت صباح صحتين اول شيء كانت كثير طيب كان لازم تنضمي لنا كان لازم انضم صباح صباح وانت جود كيف هالصيفيه معك؟ رائعه ركض بركض بركض بلشت تخلص بيناتنا ما هيك؟ انا بلشت كثير ازعل لانه بعدي عم لاقي كثير اشياء حلوه بالسوق احكي عنها وسبيشلي كل شيء له علاقه بالبحر وعم بزعل انه بلشت عم تخلص يعني بعد عنا شهر ونص ليه بدك تخلصي بس انا بحب الصيفيه تكون مينيموم 6 اشهر يعني 6 اشهر بحر 6 اشهر شتاء ليك تشرين عنا بضل البحر ايه ماشي مزبوط ايه بس انه بتعرفي المود بفوت هيك ايامات المدرسه دائما نقول انه بسبتمبر بنفوت على المدرسه اليوم كاتيا حابه كثير احكي كمان من مود البحر من مود من المود اللي نحن فيه سبيشلي بهالشوبات اللي ما عم نخلص منهم كل العالم على البحر حبيت اليوم اعمل حلقه سبيسيال كفته لانه هالسنه موده الكفتان كانت كثير ان حكيت بكذا حلقه عنهم بس اليوم جايبه كوليكسيون كثير حلوه لكل الاعمار وكل الاذواق ما معقول يعني عرفتي يعني بتحسي حالك بدك تغيري كذا كفتان بزيت النهار هالقد حلوين وهالقد كولورفل وهالقد في موديلات حلوه شو انت كيفك مع الكفتان؟ ما كثير ما بتلبسي فوق المايو؟ لا ما بتلبسي فوق المايو، هلا اذا تشوفي هيدي الكوليكسيون اكيد حتغيري رايك لانه في من كل شيء، ايه؟ هلا مايو ان بياس مايو دو بياس انا على كل شيء، حبلش اول شيء بانا شو لبسته، هيدي نوع من ال ما بعرف شو فينا نسميها بمود الكفتان اكيد بس هيك فيك تلبسيها اكيد مع المايو حتى مع الشورت انا هيك في ايزلي روح وامشي فيها وكزدر فيها عادي مع هالفرنجز النازلين هالسنه الفرنجز كانت كثير كان كثير الماد كانوا كثير الماد كثير مهضوم شفتي شو حلو طب ما بتلبسي انت هيك شيء؟ ايه يعني هيدا انه نحن انه نحن بركي براسنا الكفتان كله بده يكون هيك ومسكر وطويل نو هيدي الكوليكسيون كثير فانكي كثير مهضومه فينا نلبسها على البحر وفينا نلبسها حتى بنهارات العادي سو هيدي كمان مع مايو كثير حلو انا نقيتها غري لانه انا لابسه غري بس اكيد لا فينا في على اسود وفي على ابيض اكيد it depends على لون المايو اذا هون عم نحكي بس على لون عم نحكي مايو الاسود بيلبق على كل الالوان شو ما نكون لابسين ان كان مايو اسود اما any colorful swimsuit الاسود I suggest الاسود الابيض اكيد مع مايو ابيض بيطلع كثير حلو اكيد في الوان مدخله مايوات ابيض فينا نلبس هيدا والجري كمان باسبارتو فينا نلبس كمان الوان فلاشي معه انا اي جس حشيل الشابو هلا شفتوني باللوك انبسطتوا فيه يعني اشيل الشابو هيك تاتيانا بدها هاي تاتي هيدا اول شيء نجي هون ل هيدول الكفتان بس في قيس كم يعني بدي شيل الميكرو اذا بدي اقيس كم واحد على الهواء نو فيك. فينا خلينا نجرب بس حتى نعطي شويه افكار هيدول نوع الكفتان هلا بدي فرجيكم اياهم اوكي هون عم نحكي عن تجرب حجرب فوت بهالقصة لأنه عن جد بورتي كتير حلوين غير ما نشوفهم هيك بس حتى إذا ضيقكم الميكرو قولوا لي أوكي هيدا نوع من الكفتان مهضوم هيدا شفتي شو حلو بس عم شوف هيدا كيف بدي اي جس لبسته اي جس لبسته بالقلب بس anyway هلا برجع بلبس هيدا لقد ايه هيدا مهضوم هيدا كمان فينا نلبسه على المايو فوق المايو اكيد اذا حدا اجريها حلوين انتبهوا بدنا ننقي كمان دائما الكفتان حسب الجسم أوكي. لانه في 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 دي موديل بدنا يعني نجرب نحن حسب نوع جسمنا نلبس الكفتان حتى نخبي الموديل انا دائما يعني ولا كقصه اكيد كطول هيدا بيلبق على كل القصات من فوق بس اذا وحدك اذا حدا كان شوي من فوق شوي فيها تلبسه لانه ليك فينا ننزله هيك قد ايه حلو هيدا حلو وقصير وفانكي فينا نلبسه مع شورت جيز مثل ما انا لبسته يعني هيك كمان ايزلي هيدا الكفتان كمان كثير حلو وكالرفل والتكستشر تبعته بتعقد بيتش بارتي ما بيتش بارتي بيتش بارتي ما بيتش بارتي اكيد هلا نحن ما بقى فينا ما نحكي غير بيتش بارتي وبول بارتيز اللي بيصيروا كمان بنهار عرفتي يعني ما وقع شيء هيدا اكيد على غير الوان انا عم جرب من كل موديل قيس واحد حتى تشوفوا شوفي كاتيا قد ايه حلوين قد ايه مهضومين ايه اكيد ومن هون بتتسكر الوان الموضه هلا الوان الموضه اكيد اكيد هون بتسكر مع سنتور اوكي هيدا اول موديل الموديل اللي نحن كثير معودين عليه اللي هو هيدا كمان
الكلاسيك، هيدا قصير كمان الستيل هيدا اللي انا لبسته، كمان الالوان كثير حلوه. حقيس اول واحد كمان حتى كمان نفرجيه للمشاهدين. هيدا كمان كثير مهضوم كلاسيك، انا معوده وقت افكر بالكفتان افكر هيدا الموديل على طويل اما على قصير. كثير مهضوم، لونه كثير حلو، فينا نلبسه مع مايو وشورت معه، وفينا هيدا انا اكثر بلاقيه للبلاج اكثر من هيدا، يعني هيدا فينا نلبسه بنهار، هيدا اكثر بلاج. شو؟ لا حلو كثير حلو. وهيدول كمان اذا بدنا نروح كل واحد كمان برجع بقول حسب المايو وحسب الوانه وحسب كل شيء. هيدا حلو، الاورانج كان هالسنه كثير لكولور دولاني بالالوان بالصيف، حلوين اه؟ تري تري جولي. بدي احكي شغله كمان هلا بس اخلص الكوليكسيون، شيء كثير مهضوم بس دوماج ما عندنا منهم بالاستوديو، بس جبت لكم صور لهلا دارج كل شيء. هلا بتعرفي لماد هالسنه الام والبنت يلبسوا نفس الشيء، عرفتي؟ كانت كثير دارجه وعم يعملوا من كل شيء، بنشوف لبالورين بنشوف التوبس، يعني خاصه ليبانيز ديزاينرز. وكارول عامله كمان فور مامز اند دوترز زيت زيت الكفتان كثير مهضومين. تاتيانا بس يجهزوا الصور قولي لي، عندي صورتين شلتهم عن انستغرام بس خلينا نفرجيهم قبل ما اكمل الكولكشن. هون بنشوف الماما والتو دوترز هيك لابسين زيت نوع الزيت نوع الكفتان، زيت نوع زيت الموديل. وفي صوره ثانيه مبينه اكثر، ليك هي شو مهضومه، مهضومين كثير كثير مهضومين. الكفتان هون لبسته على قصير وبنتها نفس الشيء، يعني حتى قد ايه عم نروح لانه عم تشوف فاشينيستاز كثير صغار يعني عمرهم 4 و5 سنين، حتى التين ايجرز اكثر منا فايتين بالموضه وبحبوا يلبسوا. انت بتعرفي من بناتك كمان كاتيا. هون بنجي على الطويل، اكيد الطويل وقت عم نحكي طويل حقيس لون شوي كلرفل اكثر، اخضر انا بحب كثير الاخضر بالبق لي كثير اللون. هيدا الكفتان مثل اول موديل فرجيتكم اياه بس على طويل. طويل خلينا نجربه على طويل تنشوف كيف بيعطي. هالنوع القماش هيك كثير ايه هارتي لايك. بس لحظه سوري على الميكرو خليني بس شوف اذا زبط وما زبط، ما انا ما عندي كثير برايه بس عم جرب زبط. واو 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 قد ايه حلو هيدا كاتيا. وطويل هيدا فينا روب دو سوار. على فكرة أنا هيدا فيي أمشي فيه عادي بالنهار، أنا هيدا كثير ماي ستايل مع الجلادياتر فيي أمشي. هيدا كاتيا كثير بيعطي شيك، يعني ما بتمرق إينا بيرسيو أبدا بهيك الشيء، أكيد هلا أنا حبيت القصير أكثر. حبيت القصير أكثر بس أكيد في ناس بتحب كثير الطويل، يعني الطويل كمان بعدين ليكي ما بدنا ننسى إنه مفتوح من لي دو كوتي، أكيد حتى نضلنا شوي بمود السكسي ميو، أكيد كل شيء طويل بيعطي طول. هيدا فينا نلبسه بيتش بارتي كثير، فينا نلبسه بول بارتي، فينا يعني حسب كل وحده ستيلا. انا جربت اعمل كوليكسو من كله حتى كل حدا يلاقي ستيلا فيها. اوكي حلو كثير حلو سي جولي. اوكي هلا انت لفيتي الزنار لقدام، اذا لفيتي فيكي لورا فيكي على جنب يعني فيكي كذا فيكي تغيري. شفتي من هون كيف هيدي الجايه من هون كثير. خلينا نكمل شوي، هيدول بنجي شوي اكثر الكفتانات الطوال يلي ستيل قراب شوي، بتشوفي من الديزاين تبعتها ما هيك؟ بتشوفي من الديزاين اكيد الترانسبيرنت واضح جدا اكيد حتى يبين شوي الجسم، ومن هون الديزاين ارابيك ستايل انا بالنسبه لإلي، اكيد في كثير الناس بحب كثير هيدا الستيل، كمان في منه توت لي كولور حسب الـ حسب الـ الوان كثير حلوه، الوان كثير حلوه، الوان صيفيه كثير الوان صيفيه كثير. وهون كمان بنفوت شفتي هون ارابيك ستايل من فوق وهون شوي بديفرنت موديل ستايل. سو وقفه وبنرجع لعندك يلا اوكي.